بنجد تحية مرة تانية لكل المشاهدين. والاستثمار العقاري مؤكد، كل الناس يقول لك استثمر في العقار أو الاستثمار في العقارات هو الاستثمار المضمون آجلا أم عاجلا أيا مكان. هو الاستثمار دايما في العقارات ده شيء ثابت وشيء راسخ والشيء اللي المفروض الناس اللي بتفهم بتشتغل عليه. يعني العقار بيكسب، بيعلى، بيزيد، مش بيقل ابدا. اي حاجه تانية قابله للرايح وجاي فوق وتحت، لكن الا العقار. عشان كده الاستثمار العقاري بيبقى هدف لناس كتير جدا. عايزين نعرف حاجات كتير عن سوق الاستثمار العقاري من خلال شركه متميزه جدا في هذا المجال، شركه استاذ طارق اسماعيل للاستثمار، وهو رئيس مجلس الاداره ومنورنا النهارده عشان عايزين نعرف منه اسئله كتيره بتهم الناس كتير، وكمان هو يعرفنا بشركته. اهلا بحضرتك. اهلا وسهلا بحضرتك. اهلا وسهلا. دكتور باشمهندس، هو حضرتك مسمي الشركه باسم حضرتك، ممكن اعرف السبب؟ اقول لحضرتك حاجه. النهارده حضرتك استاذه مفيده، اول ما بتروحي تشتري من اي شركه في الدنيا، أوكي، اول حاجه بتساليها مين الطرف الاول؟ من رئيس مجلس الاداره، الراجل دوت ايه الافكار بتاعته؟ طبيعته ايه؟ النهارده الحمد لله رئيس مجلس الاداره لما بيطلع هو بنفسه وباسم الشركه وبسمي الشركه باسمه، هو مش خايف من حاجه. دي اول ثقه، مصداقيه، ما بين اول مصداقيه بينك وبين العميل. المصداقيه بتاعتك، ادي اسم الشركه هي باسمي وباسم انا رئيس صاحب الشركه بالظبط، وانا اللي طالع، انا مش جايب موظف، انا مش جايب حد هو اللي بيتكلم، لا انا اللي طالع بتكلم عن الشركه. يعني شايف ان حضرتك ان ده قوه اكتر للشركه، ان انا يبقى الشركه باسمي وانا اللي بتكلم، ان ده اضافه اكبر من ان يبقى بالظبط. اساس ايه المصداقيه اكتر؟ المصداقيه بتاعت حضرتك بتبتدي منين في الشركه؟ الحمد لله انا بقالي 25 سنه شغال في السوق العقاري. النهارده طلعت الخبرات بتاعتنا في ايه؟ عرفت العميل محتاج ايه؟ ايه اللي محتاجه؟ يبقى في مصداقيه بينه وبين الشركه. اول مصداقيه ديت ان انت تبقى عارف بين رئيس مجلس الاداره. رئيس مجلس الاداره ده هو اللي طالع بيتكلم نفسه، ومش طالع انا ما بقولش كلام بينه وبينك في مكتب، انا بقول في قناه محترمه مع مذاعات محترمات زي حضراتكم ببرنامج محترم، فانا طالع بتكلم كل كلمه بقولها هي ماخوذه عليا. انا ما بقولش كلمه بينه وبينك في مكتب. باشمهندس، ايه اهم المشاريع دلوقتي او ايه احدث المشاريع اللي الشركه، او يعني في الصيف انت شايف ان الاستثمار في الصيف يبقى في المدن الساحليه؟ يعني طول الوقت الناس بنسمع ان انت استثمر في الحاجات الساحليه، في المهم ان الحاجات الخاصه بالمصيف، ده اتجاه سليم؟ هقول لحضرتك حاجه، المشكلة ان انا مش هدفع ملايين في شاليه وفي الاخر الشاليه دوت انا هأجره في الصيف بس، طب انا كسبت ايه؟ طب ما طول الشتاء هو مقفول. لا، في فكر جديد بيطلع. ايه الفكر الجديد بتاعنا؟ الحمد لله احنا عندنا مجموعة مشاريع في الساحل الشمالي، اكوا باي 1 و 2 و 3 و 4، ودول خلاص اتباعوا بالكامل الحمد لله. النهارده بنتكلم عن مشروعين جداد، المشروع دوت سيفن ستارز الساحل الشمالي وسيفن ستارز راس سدر لسه بنبتدي فيه. النهارده حضرتك ليه بنقول الساحل الشمالي ده مكانه فين؟ في كيلو 77. كيلو 77 ده اسمه جولدن لوكيشن. ليه؟ بين حضرتك ما بين العالمين 10، اللي هو قبل مارينا، يعني قبل مارينا، وعارفه حضرتك مول زهران، زهران انت بينك وبين 2 كيلو، بينك وبين مارينا 10 كيلو، وبينك وبين العالمين 10 كيلو 10 دقايق بالظبط. فالنهارده انت في انت في اول الساحل، في اول، مش في اوله، اللي هو يعني انت تعتبر في المنتصف على طول. قبل مارينا ده اللي هو اول مارينا كيلو 82 85، انت في كيلو 77، فانت قريبه من القصه كلها. تمام، غير بينك وبين العالمين هو 10 دقايق. العالمين النهارده الدوله غيرين ان انا اجي لك، هقول لحضرتك حاجه، المغريات ان انا اجي اشتري عندك. هي مش مغريات، انت النهارده بتعمل ايه؟ عملنا فكر جديد زي ما قلت لحضرتك. النهارده ممكن نشتري شاليه في الساحل، تدفع 3 4 5 مليون واقعد فيه اسبوع اسبوعين شهر وافضل افلاق، ولو استثمرت هستثمره في وقت الصيف وطول الشتاء هو مقفول. لا، احنا النهارده بنعمل حاجه جديده. الساحل عملنا ايه؟ بنعمل وحدات فندقيه، احنا مش بنبيع شاليهات، احنا بنبيع وحدات فندقيه زي غرفه سنجل، دبل، تريبل، سويتات، ده اللي احنا بنبيعه. مفيش شركه في مصر بتبيع وحدات فندقيه، كل اللي بيبيع ايه؟ شاليهات. الشاليه دوت حاجه واللي كويس. يعني انت المبنى هيبقى بالطول ولا بالعرض؟ لا، هيبقى بالطول، ارض وثلاثه وارض واربعه، ارض واربعه. فمثلا راس صدر ارض واثنين. لا، انا بتكلم في الساحل. تمام. لو هنقول مثلا الفيلا، صح؟ مش لا، هي مش فيلا، هو مبنى فندقي. فندق. مبنى عباره زي شقه صغننه، زي عماره صغيره بس فيها مثلا ثلاث شقق مثلا. هي مش عماره، لا خالص، هو مبنى كبير، فندق زي ما حضرتك، فندق زي كل الفنادق الموجوده. أوكي. فندق بس جواه وحدات فندقيه. وحدات فندقيه بس. فانا ممكن اجي انا مثلا النهارده انا سنجل، انا ما عنديش حد. تمام. فاجي اشتري من الشركه اوضه
تمام. ورسبشن بمطبخ بالظبط، وممكن تاخدوا سويت لو اسره كبيره، ممكن تاخدوا سويتين يفتحهم جنب بعض. ايوه على حسب في كل المساحات، في كل المساحات. يعني انا هنا بشتريها بتشتريها ملكك بحصه في الارض، دي ملكك بحصه في الارض، واحده فندقيه بالفرش بالاجهزه بالتكييفات وتتنظف طبعا، هاوس كيمنج وروم سيرفيس ساونا يعني جيم جاكوزي، كل الوحدات كل الخدمات الفندقيه الخمس نجوم موجوده فيها. طب خلصنا الصيف انت هتستفيدها ازاي بقى؟ هقول لحضرتك حاجه، ليه بقى اخترنا الساحل وليه اخترنا راس سدر؟ الساحل عشان فيه جامعه العالمين، جامعه العالمين هناك انت صيف شتاء شغال، صح؟ مش صيف بس وشتاء بس، راس سدر هناك في جامعه الملك سلمان صيف شتاء انت شغاله، فاحنا كل فكرنا ازاي انا اكسب وحضرتك تكسب. النهارده ليه الناس ما بتبيعش وحدات فندقيه؟ والنيبه بتاع طول السنه مش هو لفتره الصيف. لا لا انت بتاجرها صيف شتاء. واحنا بص حضرتك اللي بيحصل ايه عندنا؟ حضرتك لما بتيجي بقول لك كمان لو عاوزه تاجرها عن طريق انا باجرها لك. وحضرتك الاستلام بتاعنا يعني مثلا راس سدر دلوقتي مع مبني المرحله الاولى والمرحله الثانيه خلصانين ومسلمين بالكامل. المرحله الثالثه اللي احنا بنتكلم فيها اللي هي الفندقيه دي تسليمها خلال 4 سنين. ليه تسليم خلال 4 سنين؟ عشان بسلمك بالفرش بالاجهزه بالتكييفات. دي حاجه رائعه. ومش بس كده، ما ينفعش تيجي تستلم بعد 4 سنين ويوم، تسليم قبل ال4 سنين. بس ليه بنقول 4 سنين؟ بندي نفسنا فرصه تسلمها بكل الامكانيات. نفس القصه في الساحل سيفن ستارز، الساحل بره خلال 4 سنين هتروح تلاقيها مبنيه وهتروح تلاقي وحدتك. وعلى البحر في الساحل على الطريق. الساحل على الطريق، لكن راس سدر على البحر على طول مباشره. يعني ده موجود وده موجود. نشوف تقرير تمام ونرجع نكمل مع حضرتك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، بحييكم من واحده من اجمل البقع والمناطق السياحيه الساحليه اللي موجوده في جمهوريه مصر العربيه بالكامل. فاكرين طبعا زي النهارده تقريبا من سنه كنت مع حضراتكم وبصحبه شركه طارق اسماعيل للاستثمار والتطوير العقاري، بس من سنة كنا في الساحل الشمالي وتحديدا في الكيلو 77 لما كنت بعلن لحضراتكم عن تدشين وانطلاق مشروع شركة طارق اسماعيل للاستثمار والتطوير العقاري، المشروع الساحلي الفندقي المحترم اللي اسمه أكوا باي بمراحله الأربعة 1 و2 و3 و4. والحمد لله المشروع لقى رد فعل ومبيعات وثقة من العميل بشكل محترم الحمد لله. شركة طارق إسماعيل النهاردة بتكمل مفاجآتها وهداياها بمنطقة سياحية ساحلية تانية ولا تخطر على البال. أنا النهاردة موجود في مدينة راس سدر، واللي ما يعرفش حضراتكم مدينة راس سدر خسران كتير. هي واحدة من المناطق الطبيعية اللي لسه بكر، جمال خام وطبيعة خام وبحر ما أعتقدش حضرتك شفت نقاء وجماله واتساعه في أي منطقة ساحلية تانية. عايز أقول لكم ميزة استثمارية مهمة جدا كمان في مدينة راس سدر، أنها هي الجيل القادم للاستثمار السياحي الساحلي في مصر. الدور دلوقتي على مدينة راس سدر، فاللي عايز يلحق يلحق. وعشان كده استخداما واستثمارا للسياحة والساحل، شركة طارق إسماعيل للاستثمار العقاري بتقدم لكم وجبة سياحية ساحلية، فندق جديد داخل القرية الهولندية اللي اسمها مولينفيك في الكيلو 45 تحديدا. أهم ميزة في القرية الهولندية مولينفيك اللي جواها المشروع السياحي الفندقي اللي اسمه 7 ستارز لشركة طارق إسماعيل، إنه هذه القرية أولا زي ما انتم شايفين كده بحرها بسم الله ما شاء الله، يعني ممكن نتحدى وننافس بيه. رقم 2 إنها 3 دقايق بعد النفق، 3 دقايق بالتمام والكمال بعد النفق، بما انه معناها ان انت عديت قناه السويس، عديت النفق انت وصلت. القريه الهولنديه قريه ليها طابع جميل وليها اجواء لطيفه، وزي ما عودتكم شركه طارق اسماعيل هيبقى خدمه فندقيه 5 نجوم، وطارق اسماعيل خلاها 7 نجوم ب7 ستارز بدل 5 نجوم. ان شاء الله هتبقى بتوفر الوحدات بالمساحات المختلفه اللي حضراتكم اتعودتوا عليها في الطريقه البيعيه التسويقيه لشركه طارق اسماعيل، وحدات مختلفه المساحات باقساط كمان تناسب هذه المساحات. قنبله القريه الهولنديه مشروع الفندقي 7 ستارز، ان شاء الله تفاصيله كلها قريبا على مواقع شركه طارق اسماعيل، والمفاجآت لم تنتهي. واستنوني كمان 5 شهر كمان ان شاء الله في بقعة حلوة ومنطقة حلوة ومفاجأة حلوة ان شاء الله. نشوفكم على خير، كل سنة وانتم طيبين.
بنجد تحية مرة تانية ليكم ولكل المشاهدين. وفي الفاصل الحياة واحنا بنشوف التقرير، باشمهندس طارق فاجئنا مفاجأة مذهلة لمدة 24 ساعة، بكرة أي حد هيروح يبقى عنده خصم كبير جدا جدا اللي هو يعني مش مفاجأة واحدة، هي أربع مفاجآت عاملينها بكرة لمدة 24 ساعة بس لأي مشاهدين تبع برامج حضرتك. أول حاجة المفروض إن احنا بنبيع من غير مقدم خالص زي ما قال الأستاذ تامر، احنا بنبيع بقسط شهري. القسط الشهري بتاعنا هيبقى عبارة عن بدل ما هو 28,000 مدة 15 سنة هيبقى 7,000 بكرة بس، خصم 75%. هيبقى يبتدي من 7,000 لمدة 15 سنة مش 28,000 جنيه. ده أول مفاجأة. تاني مفاجأة احنا عندنا السياح اللي ورا السد، والاتنين احنا عاملين مفاجأة تانية إن هنبقى أول شركة العقد بتاعك جوه ورق الملكية. ما فيش شركة في مصر بيبقى عقدها جوه ورق الملكية، لا احنا العقود بتاعتنا جوه ورق الملكية بتاعك، ليه مصداقية مننا وبنقول لك إن احنا كل ورقنا خلصان، أنا مش لسه هنبتدي، لا ترخيصك موجودة، القرار الوزاري طالع، كل حاجة طالعة. النهاردة حضرتك لو جيت لبكرة أول 20 عميل هيجوا بكرة إن شاء الله، لو حضرتك واخد في الساحل الشمالي بنفس المبلغ ال 7,000 هتاخد هدية في راس صدر هدية، طب لو واخد في راس صدر هتاخد شاليه هدية وإحنا فندقية هدية في الساحل الشمالي، ده لأول 20 عميل. يبقى كده اول مفاجاتين خصم 75% بدل هديه وواحده فندقيه هديه بالكامل. ثالث مفاجاه حضرتك لو انت جيت بعد ال 20 عميل ما لحقتش العرض ده، في ساعتين من الساعه 2 للساعه 4 العصر هتاخد بدل ما هم 7,000 جنيه قسط شهري، لا هيبقى القسط بتاعك 5,000 للوحده الفندقيه. يبتدي من كده. رابع حاجه ان اي عميل هيجي بكره ان شاء الله في مفاجاتين تاني منتظرين بكره لما يجي يشوف العرض بتاعه. طب انا عايز اسالك سؤال بحضرتك دلوقتي، لو احنا اتكلمنا على المشروع اسمه ايه في الساحل؟ سيفن ستارز. وبتاع راس صدر سيفن ستارز ده اللي في الساحل على الطريق، على الطريق على طول كيلو 77 كيلو 77 مباني مباني معموله فندق، كانه فندق كبير. هو كلها مباني فندقيه، المشروع بتاعنا كله مباني فندقيه وحدات فندقيه. في دور ارضي بجنينه مثلا؟ لا مش دور ارضي، دور ارضي كله بقى مطاعم، لان كل حاجه بالكلمات بتاعتها. عند حضرتك المطاعم، الساونا، الجيم، الجاكوزي، قاعات الاستقبال، الريسبشن، ده الدور الارضي بالكامل. طب انا قاعد دلوقتي بتفرج على حضرتك انبسطت جدا ان انا هدفع 7,000 جنيه مش عارفه لمده كام سنه، 15 سنة او هدفع 5,000 جنيه، ايه اللي انا هدفع فيه 7,000 جنيه اللي كان ب 28 وانا هدفع له 7,000؟ احنا قلنا دي الغرفه السنجل اللي هي بتبتدي الاسعار بتاعتها من كده، اللي هي اوضه وريسبشن، اوضه وريسبشن ومطبخ وحمام وتراس. مساحتهم بيبقى دي المساحات كلها بتبتدي على حسب ما هو بيجي، لان كل وحده لها المساحه بتاعتها، هو بيجي بيختار على البلان. طب يعني طب الاوضه والاوضه والصاله دي قد ايه؟ يعني انت بتتكلمي واحده فندقيه حوالي من 15 ل 20 في الحدود دي. في الوحدات انت بتتكلمي واحده فندقيه زي ما حضرتك بتخش فندق بالظبط، واحده فندقيه. طب النهارده عاملين لك مفاجاتين تاني هنحل لك موضوع الواحده الفندقيه. معنى ايه؟ انا النهارده رحت ولما ومعايا اسره كبيره ومعايا ان انا ادفع ال 7,000 في العرض الخاص بتاعي، بس انا عاوز لما اروح في الاسره بتاعتي، فالوحده الفندقيه دي مش هتكفيني، لا انا اعمل لك عرض تاني. ايه هو؟ دي من ضمن المفاجات بتاع بكره، ان انت لما تيجي تطلع اجازه حضرتك والاسره هوفر لك شاليه، الشاليه ده مساحته 70 متر، غرفه نوم كبيره، ريسبشن كبير، متأجر بتاعك، وفي الفتره بتاعت اللي انت موجود معايا فيها انا هأجر الوحده بتاعتك وهاخد انا القيمه الايجاريه ومش هاخد منك اي فرق فلوس. يبقى انا اديتك الاجازه بتاعتك في المكان اللي انت عايزه في المكان اللي انت محتاجه، وانا خدت وحدتك اجار. ليه بنبيع وحدات فندقيه؟ وحدات فندقيه هي اللي بتكسب طول السنه، الوحدات الفندقيه هي اللي بتجيب لك عائد كويس طول السنه. مفيش اي صاحب قريه في الدنيا بيبيع وحدات فندقيه، كله بيبيع شاليهات. طب ما انا اجر انا بنفسي. ما تاجريها يا فندم، انت حضرتك ليك كل الحلول، حضرتك مش عايزه تاجريها خالص تقفليها مفيش مشكله. طب حضرتك انت عاوزه تاجريها، طب ليه تبيع لي دي الوحدات الفندقيه؟ انا بديكي ميزه الاستثمار، ما انا باجر ليه، انا مش ببيع كل الوحدات. اللي في الفيديو ده دي الوحدات الفندقيه، هي دي المناظر بتاعت الوحدات بالفرش بتاعها، هي دي بتاعت اللي حضرتك هتسلمها بنفس الطريقه دي، الوحدات الفندقيه اللي هي الصغيره ديت نفس الطريقه بالفرش، بالفرش بكل حاجه بالنظام بتاعك اللي انت محتاجه. فالنهارده احنا لما بنبيع انا ببيع وباجر ليا، وبساعدك انت كعميل معايا ان انا لو حبيت ان انا اجلك اجلك، لان دي شغلتي. انت حضرتك كعميل مش عارف هتاجر ازاي، طب حضرتك عرفت تاجر اجر، انا بقول لحضرتك هاجرها لك بجنيه، حضرتك اجرتها ب10 مفيش مشكله. انت الاولى بالفلوس ديت، انا مش بجبرك ان انت تاجر. تاني ميزه واهم حاجه ان حضرتك هنا او هنا انت ليك حصه في الارض. كلمة حصة في الأرض دي مهمة جدا، مش حق انتفاع، انت مالك وحدتك، لا مش طايم شيء، ده ملكية كاملة بتاعتك، مفتاحها في جيبك، عاوز تقفلها تقفلها، عاوز تروح تروح، عاوز تشتغلها بتعمل كل فيه اللي انت عايزه زي شقتك التمليك بس. فانت النهاردة كسبان وبتكسب وبكرة في عرض،
الاربع عروض مش هيحصلوا تاني. اه طبعا يعني هو بكره بكره نغتنم الفرصه اللي مش هتتكرر تاني او توعدنا انها تتكرر تاني. صعب ليه بقى؟ ان شاء الله نعوض حضرتك بعروض تانية، انما ان ياخد وحده فندقيه هديه بالكامل دي صعب، ان ينزل 75% صعب. مش هديه يعني لو هو اخد واحد في الساحل وواحد في راس صدر الاثنين ب 7000 جنيه في الشهر، ما يعتبر هديه انت يعتبر ال 7000 ده ايجار حاجه واحده. فانا مديكي شاليه هديه ده لمده 20 اول 20 عمليه وراس صدر على البحر، كل على البحر، راس صدر ده على البحر على طول بعد النفق على طول. على طول ده احنا اقرب حاجه بعد النفق، انت على البحر مباشره، البحر بتاعها خرافي، كل الفيديو هنا كله متصور على ارض الواقع، مش حاجه لسه. لا ده مرحله اولى وثانيه خلصانين، انا مش بنبيع حاجه ارض، احنا مش بنبني بفلوس لاعبين، لا الحاجه مبنيه وجاهزه انت بتيجي، بس انا بدي نفسي 4 سنين هنا او هنا عشان اسلمك قبلها. ايوه ما اقدرش اسلمك بعدها لان احنا اهم حاجه الاتزان. احنا بنتمنى لك التوفيق. الله يخليك يا فندم، حظ سعيد لل20. ايوه اول 20 اللي هيروحوا بكره هيبقوا من المحظوظين وكأن ليله القدر. ولما تروحوا تقولوا لهم ان انتوا تبع برنامج الستات. بنشكرك بنشكرك جدا بنشكر كل المشاهدين المفيده. شكرا لحضرتك وشكرا للمشاهدين، اشوفكم بكره ان شاء الله. ان شاء الله على خير وفي خير، ودايما دمتم بخير. وستات على النهار بكره ان شاء الله نشوفكم.